الله يسلمك اليوم ابراهيم عازم ربعه بالديوانيه. هذا شحوت ابراهيم وربعه شو اسوي؟ وبمناسبه زوجته ماخذه الليس. عشتوا قامت تسوق؟ اقول لك ومن يوم ما اخذت الليسن وهي ما قعدت يا داشه يا طالعه يا داشه يا طالعه عسى ما تدقن يا خلق الله. انا ادري شلون عطوها الليسن حتى سياقتها من سنعه مثل الناس. وي طاح حظها الحين على قولتش طول النهار مجابلتش في البيت ما تساعدك بشيء، شلون الحين؟ ما رحت بعيد ما رحت بعيد، هذا انا اليوم لاهي مع عشاء ابراهيم وربعه وهي طايره بسيارتها. خليها على الله بس. عاد يوم خلصت عشاهم ها؟ قلت اخذ لك بالصحين قبوط يمكن تشتهينه وابو مره انشد عليك على دربي. انشدت عنك العافيه.